مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا ودايما وجودكم معانا هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده حلقه جديده لذيذه جدا. انا مش لاقيه كيو كاردز. اين الكيو كاردز؟ فين يا اولاد؟ نو ما علينا. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل اكل ايطالي رهيب. هنعمل ميت بولز، اكتر اكله ايطاليه. عارفين احنا مكرونه وبانيه، دي المكرونه وبانيه بتاعتهم. اكتر اكله سهله سريعه تتعمل، كرات لحمه بالصوص بتبقى جميله جدا. وهنعمل كل ده مع بعض. هنعمل حاجه كمان اسمها الراجو. الراجو ما عشان انا بحب اقول لكم دايما الاسم الصح، بس هي في الاخر ايه؟ لحمه مفرومه بتتعصج بطريقه معينه مختلفه شويه عن طريقتنا في التعصيج، وبيتحط لها صلصه وبتبقى صوصي كده، وتتاكل بقى مع مكرونه، تتاكل بالعيش، تتاكل باي حاجه، هتبقى جميله جدا. طيب هطلع لا تصدقوا لقيت الكرو كاردز. يلا هنبدا دلوقتي على طول نشتغل. هنشتغل في ايه؟ نشتغل في ايه يا ساره؟ تعالوا نشتغل في الميت بولز او كرات اللحمه، نبدا بيها وبعد كده ندخل على الراجو. مقادير الميت بولز، والميت بولز احنا عاملينها سباكيتي ميت بولز، بين بولز يعني كرات لحمه. هنعمل نص كيلو من اللحمه المفرومه، معلقه كبيره من الثوم، 2 رغيف من العيش الفينو، ممكن توست. وده دايما في الكفته الايطالي دايما، او الميت بولز الايطالي، كرات اللحمه الايطاليه دايما بيتحط عيش يطريها، ودايما بيتحط بيضه كمان. هنحط كمان كوبايه من الحليب، وهنحط بقسماط لو احتاجنا. يعني 90% من الوقت مش بنحتاج، بس احتياطي بنحط بقسماط. عندنا بيضة ورشة جوزة الطيب وملح وفلفل اسود، وانا بس مش لاقية البقسماط يا نور، بعد اذنك هتقولي. وعندنا بقى للمكرونة اللحمة دي، كرات اللحمة دي هناخدها نسويها في الصلصة على طول، تاخد كده هيلة بيلة الصلصة تجهز، تنزل فيها كرات اللحمة عظمه، في الاخر تنزل عليهم الاسباجيتي، تاكلوا اكله ملهاش حل، لان كل ده هيستوي مع بعضه. اللي حابب يسيب الاسباجيتي بيضه ويعمل الكرات اللحمه في الصوص وبعد كده يحطها على الوش برده براحته، مفيش مشكله، كان هو طبعا الاطعم ان الاسباجيتي تكمل سواها في الصوص. عندنا كيس من المكرونه الاسباجيتي مسلوقه نص سلق، وعندنا نص كوبايه من اوراق الريحان الطازه، 2 عود زعتر فريش، وعود روزماري، ممكن تحطوه ممكن لا، انا مش غاويه الروزماري قوي الصراحه في الصلصات فما بحطوش. كوبايتين من الطماطم المبشوره، وكوبايه من الصلصه، سواء طماطم انتوا عصرينها او صلصه جاهزه او اي حاجه، بس مش صلصه التقيله، التقيله هنحتاج اقل من كوبايه. رشه جوزة الطيب وملح وفلفل اسود، ويلا بينا نبدا شغل على طول. هبدا اول حاجه بكرات اللحمه. انا عايزه شويه توم كتير للصلصه من فضلك يا نور، وزوديه على المقادير. حد بس يديني اي علامه ان النور سمعتني. تمام، ويلا نبدأ الأول في كرات اللحمة. كرات اللحمة ممكن يضاف لها بقدونس، ممكن من غير، النهاردة احنا هنعملها من غير. وعندي الكبة عايزة أنعم فيها الموضوع شوية، فأول حاجة هعملها إن أنا هحط اللحمة المفرومة. هلبس جوانتي عشان نشتغل بإيدي براحتي خالص، أو أجيب سباتشولا ممكن نشتغل بيها. اللحمة المفرومة طبعا يا ريت ما تكونش حمرا خالص، يبقى فيها شويه دهون، برده ما تبقاش مليانه دهون قوي، لان اللي مليانه دهون قوي برده مش احسن حاجه. هنيجي هنا على العيش بتاعنا ونحط له شويه لبن يبوشوه، مش كتير. نقلب كده العيش في اللبن، لقيناه محتاج حبه كمان نضيف. وانا ببوش دلوقتي العيش عشان هيخلي الميت بولز دي طريه طراوه ومليانه جوس كده وعصاره فوق ما تتخيلوا. هنحط الثوم، هنحط بيضه، مفيش عندنا اي توابل زياده عن ملح وفلفل وجوزة الطيب. اذا حد حابب يحط اي نوع توابل تاني هو بيحبه يحط زعتر براحته، بس يعني سنكتفي بهذا القدر
وهو كده كده الصوص هيبقى فيه طعم مميز جدا، هيتشبع بيه الميت بولز وهتشرب منه هتبقى زي الفل. حطيت ملح وفلفل وهحط كمان جوزة الطيب، انا شايفة ان كده زي الفل. هحط شوية زيت ذرة عادي جدا، الطبيعي كمان ان بيتحط زيت زيتون برضو. يا نور زيت زيتون فين؟ زيت الزيتون احنا شغالين اكل ايطالي. شوية زيت، وهاخد العيش اللي بوشناه باللبن ننزله على الخليط اللي احنا عملناه ده، وهبدأ دلوقتي اضرب كل الكلام ده مع بعضه. زي الفل، الكرات تحفة وجميلة. هطلع بقى فاصل صغير جدا اجيب البقسماط ونرجع نكمل مستنياكم. ورجعنا من الفاصل، جبنا البقسماط وطلع البقسماط تحت طول اليوم وانا فاكراه جبنة، فيعني ايه معلش يا جماعه. هحط شويه بقسماط، هيمسك لي كده الكفته ويخليني اعرف اكورها احسن عشان تبقى متماسكه في الصوص، وانا بصراحه مش قادره اقاوم ان انا احط شويه زيت زيتون. انا حطيت زيت ذره بس زيت الزيتون فيها بيدي طعم تاني خالص، وهو عامه الاكل الايطالي معروف يعني باستخدام زيت الزيتون وفعلا بيفرق فيه. هدي ضربتين كمان ونبدا نشتغل على طول. يلا بينا، انت خلاص مش عايزينك، عايزين نشوف الخليط بقى عامل ازاي. الخليط ده مش شبه خليط الكفتة بتاعتنا، لا فاتح شوية، وده طبعا نظرا لاننا مش حاطين بهارات وقطرة، وده نظرا لان احنا حاطين العيش المبلول والمبلول باللبن وحاطين بيضة، فهي فظيعة طرية جدا ومش محتاجين ان هي تكون متماسكة قوي يعني علشان هي هتستوي في صوص، فده بيخليها تمسك نفسها. بس برضو لو احتاجنا نضيف بقسماط كده يمسكها لنا شوية هنعمل كده. هنشوف كل ده بنعمله ايه بالاختبارات. يلا فين الاسباتشولا اللي كانت معايا؟ راحت مع اللي راح. ماشي يلا. ممكن على فكرة نفس الكلام اللي أنا بعمله ده يتعمل بالفراخ، هي التقليدي بتاعها لحمة، لكن مش هتقول لأ يعني لو اتعملت فراخ خالص. اللون الفاتح الجميل ده طبعا جاي من البيض واللبن والعيش. هدي كده رشة بقسماط. دخلي لي يا نور احتياط برضو بولة بقسماط بعد إذنك. اه أنا حاسة إنها عايزة شوية بقسماط، ملزقه قوي بيبان من التلزيقه في الايد، فدخلي لي شويه بقسماط بعد اذنك يا نور. شكرا. فهنا بقى الميزه ان احنا طريناها قوي فبقت طريه كده، بس هنمسكها ببقسماط مش هيكتمها ولا اي حاجه، مجرد ما نقلبه معاها هيكون سهل بس علينا ان احنا نتعامل معاها بايدينا. طيب لحد ما ده يحصل تعالوا نبدا في الصوص. انا حطيت ووك على النار، الووك دي هحط فيها زيت زيتون، حبه حلوين كده محترمين، وده بيعلي جدا طعم الصلصة بتاعت الوصفة دي. مع زيت الزيتون ومن قبل حتى ما يسخن هقوم حاطة الثوم كله كده، وحطوا ثوم براحتكم بقى ايه زي ما انتوا عايزين، كل ما بيتحط لها ثوم اكتر كل ما بتحلو في الطعم وكل ما بتبقى مميزة وجميلة. انا مش هسيب ولا تومية، عايزين الثوم يبقى شرايح مفيش مشكلة ممكن برضو يا جماعة، بس يعني هو جرت العادة انه بيتحط مفروم.
هنسيب التوم ده ياخد اسرع تشويحه في الحياه، مش عايزينه يغير لونه ولا عايزينه يحمر ولا اي حاجه، بس عايزه كده اشم ريحته مفحفحه في كل حته. واول ما ريحته تفحفح في كل حته هقوم منزله عليه الطماطم الجميله. طبعا الايطاليين او الاكل الايطالي او المطبخ الايطالي معروف بجوده وحلاوه الطماطم، الطماطم في ايطاليا جميله جدا. كل بلد معروفه بفاكهه معينه، يعني مثلا هقول لكم حاجه، سافرت بلدان كتير يعني وتشوفوا شكل المانجايه ايه، قمر قمر، تتصوروا جنبها، ولكن ما تجيش 1% من طعم المانجا في مصر. مصر العكس، المانجا يمكن شكلها ما يكونش احلى حاجه، شكلها عادي، ولكن شويه طعم اتحداكوا اي بلد تانية تاكلوا فيها مانجا زي مصر. لكن مثلا الطماطم، لا، الطماطم في ايطاليا ليها طعم غريب جدا، وده بيبقى ليه علاقه بالتربه اللي هي اتزرعت فيه. التربه في مناخ ايطاليا مناسبه جدا لزراعه الطماطم، فبتطلع طماطم مميزه جدا مفيش اي طماطم تانيه تضاهيها في الحلاوه الحقيقه يعني. فدايما كده كل بلد بيبقى ليها ايه الحاجات بتاعتها المميزه بيها، فعشان كده الاكل الايطالي دايما مميز باستخدام الطماطم وبكثره، نظرا لان هي محصول ناجح جدا هناك ومتوفر وجميل وطعمه مميز. على التوم ومع زيت الزيتون الحلو القمر ده انا حطيت الطماطم المفرومه، وتعالوا نكمل كده ايه الميت بولز عبال ما الطماطم تاخد تشويحه سريعه وتعمل معانا ايه الواجب. عايزينها كده ايه تاخد تسبيكه سريعه قبل ما نحط بقيه الحاجات. همسح بس طرطش شويه هنا حاجات، وهناخد البقسماط. جبنا البقسماط اهو، البس بقى الجوانتي التاني، انا قلعته علشان كان مطرحه لحمه، ما ينفعش امسك حاجه وايدي مطرحها لحمه. ونشيل ده، متحمسه انا، ريحه المطبخ حلوه النهارده. وهاجي شويه بقسماط كده اقلب بيهم الكفته او اللحمه او الميت بولز او كرات اللحمه، كلها مسميات صحيحه مفيش مشكله يعني، مش لازم نقول الاجنبي، العربي ماله. عايزه اقول لكم عن تجربه شخصيه بمناسبه يعني ان العربي ماله، ان دايما البراندز بتاعت اللبس او الشنط او المنتجات عموما اللي بيشتريها دايما في صفحاتهم على السوشيال ميديا او على مواقعهم او على اي حاجه دايما بيخاطبوا الناس بالانجليزي على اساس ان هي لغه يعني موحده الكل هيفهمها وبتبقى اسهل احيانا في التوصيف وكده. ف جيت من فتره قريبه كده، كلكم عارفين انا عندي يعني براند خاص بيا، فجيت من فترة قريبة قررت ان انا مش هخاطب اي حد بالانجليزي اطلاقا. كل المنشورات اللي تنزل، كل البوستس، كل الكوميونيكيشن، كل اي حاجة تبقى بالعربي. وعايزة اقول لكم ان ده ما كانش، لان الناس بتقول لا بيبقى شكله وحش والاشيك يبقى بالانجليزي ومعرفش ايه، كان شيك جدا وجميل جدا، والناس بقت بتفهم اكتر، التفاعل على كل البوست بقى جميل جدا. فلازم احنا عشان دايما نقول احنا ما حدش بيقدر ثقافتنا وما حدش ومع دايما يتفهوا منها ويهمشوا منها، اذا كان احنا نفسنا مهمشين منها، اذا كان احنا نفسنا براندز مصريه محليه وبنكلم الناس بالانجليزي من غير اي سبب منطقي، احنا بنبيع لمصريين بنتكلم بالانجليزي ليه؟ فاتمنى ان كله يبدا يعمل كده، لان انا بقول لكم اهو تجربه ناجحه من أرض الواقع، مجرد ما حولنا السوشيال ميديا بتاعتنا من عربي من انجليزي لعربي فرقت جدا في تفاعل الناس، وناس كتير علقت ان ده شيء لطيف، وبقت الناس بترد اكتر وبتتفاعل اكتر. فالنبي عربي يا جماعه، واحنا في مصر بنكلم مصريين بلسان الضاد، مفيش اي داعي ابدا لاستخدام الانجليزي الا احيانا غصب عننا في الويب سايتس مثلا او المواقع بنضطر نستخدمه عشان البرمجه بتكون بالانجليزي، تمام مفهوم مفيش مشكله، ولكن مفيش اي داعي ابدا ان احنا نستخدمها حتى في كل حاجه بنقولها للناس. النبي عربي، والعربي جميل، ولما بيتكتب على البوست بالعربي بيبقى منتهى الشياكه، ما فيهوش اي حاجه ومفهوم ومقروء ولغه جميله جدا جدا، اتمنى ان احنا نقدرها ونديها قيمتها قبل ما نطالب الناس بان هم يقدروها ويدوها قيمتها. مش منطقي يعني نبقى احنا نفسنا مش مقدرينها بس بنقول للناس قدروها. ف يعني انا هحاول بعد كده ان شاء الله ما استخدمش اي انجليزي في اي سوشيال ميديا الا اقل القليل. انا حطيت الطماطم الطازه وحطيت الطماطم الصلصه، وهحط دلوقتي كمان المرقه. هسيب كل ده يغلي مع بعضه، انا لسه ما حطيتش اي حاجه،
ما حطيتش ملح، ما حطيتش فلفل، ما حطيتش اي حاجه، انا بس عايزه الصلصه تاخد غلوتها الاول، وبعد كده هبدا انزل فيها الميت بولز عبال ما الصلصه تغلي، وانا خففتها عشان انا عايزاها تغلي وتبخر فالطماطم تستوي والصلصه تحلو. لسه ما حطيتش الزعتر وما حطيتش الريحان، انا ممكن احط الزعتر من دلوقتي، ممكن احط عود من الروزماري، هحطهم سلام كده وهشيلهم في الاخر مع الحراره، الورق بيقع وبيدي طعمه في الصوص بيبقى جميل جدا. عايزه احط لها شويه سكر كمان، فهستاذنك يا نور معلش، انا عارفه ان انا طلبت حاجات كتير النهارده، بس النهارده الاكل ايه بالحب كده فاهمه، فحاجات بتطرق على بالي وانا بشتغل. عايزه سكر، سكر يا سكر، ماشي. يلا بينا ونبدا نعمل الميت بولز. كور كده اهو، بصوا بالحجم اللذيذ ده، لا نكبر قوي ولا نصغر قوي، حلو قوي كده فل. ونكمل وهكمل تكوير. انا بقى بحب اعمل حاجه، بحب احط الريحان على مرحلتين، حبه من دلوقتي وحبه في الاخر، فهعمل ده بالظبط، هحط حبه من دلوقتي اهو. عايزه اقول لكم ان اللي بيتحطوا من الاول بيدوا طعم، واللي بيتحطوا من الاخر بيدوا طعم تاني خالص، ما حدش بقى يوجع قلبه ويقعد يفرم ورق الريحان. عايزين تفرموه تفضلوا ما فيش مشكله، لكن ده بيسبب ان هو بيسود وطعمه بيبقى احلى كتير جدا لما يتحط سليم كده، خصوصا لو كان حجمه صغير ما فيش داعي ان احنا نقعد نقطعه. دايما يا جماعه خليكوا ناس ايه يعني عمليين في الطبخ، ما تحطوش على نفسكوا خطوات ملهاش لازمه. الدنيا اصلا مشاغل طول الوقت وصعبه طول الوقت، والانسان مضغوط من كذا حاجه، ولاده بقى وشغله ومسؤولياته واهله ومشاويره، فخففوا على نفسكم كده، هونوا على نفسكم وخلوا دايما ايه خطواتكم ابسط ما يكون. وصدقوني هو المكون الاساسي لنجاح اي اكل بيتقدم الحب، انه يكون بيتعمل بحب، ما اعملوش وانا تعبانه ومتأففه ومتضرره ومش طايقه نفسي، لا ابقى بعمله وانا راضيه جدا وسعيده بان انا باكل حبايبي، باكل احبتي من ايدي، ده في حد ذاته كفيل انه يطلع اكله جميله جدا جدا، احلى من اي اكله ممكن ناكلها في افخم مكان في العالم. ميت بولز بتتكور معانا ايه؟ هوا، علشان اللحمة مظبوطة والقوام بتاعها مظبوط، طرية بس في نفس الوقت عارفة كورها، حاجة عظمة كده. بالمناسبة معلومة بسيطة جدا، لو احنا مش عايزين نضرب في الكبة وعايزين نعجن اللحمة دي بإيدينا سريع سريع كده واحنا واقفين، مفيش أي مشكلة، مش هتتأثر، هتدي بس قوام أخشن، وده برضو مفهوش أي مشكلة، عادي جدا إن احنا نعمله، فزي ما انتوا عايزين كله ينفع وكله هيدينا نتيجة زي الفل. متعة الطبخ، متعة كده تحسوا ايه، في احداث واكشن، انت واقف بتعمل حاجة وصلصة في الناحية التانية، جميل. وتاخد شوية مكونات كده ملهاش معنى ولا شكل ولا منظر، تطلع منهم اكلة حلوة، جميل بصراحة، بحسه يعني من اجمل الحاجات في العالم. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ حاجي بالكورات اللحمه اللي انا قاعده بكورها دي وابدا انزلها في الصوص، مش عايزه انزلها مره واحده عشان ما تبردليش الصوص، انا عايزاه يفضل سخن وبيغلي كده عشان اللحمه اول ما تنزل تتماسك فيه ومسامها تقفل، فما تفتفتش مني او ما تفكش مني. وهي الحقيقه بالخطوات اللي احنا عملناها دي كله، العيش والبيض والبقسماط والضرب السريع في الكبه، كل ده يعني هيحافظ عليها وعلى شكلها جدا. ريحه الريحان فاحت فاحت في كل مكان، والريحان من جماله ان هو بيسكر اي صوص، هو مسكر طعمه مسكر كده، ف مجرد ما يتحط في الصوص بيخليه مسكر وجميل. عايزه الفت النظر لحاجه، ان في ريحان للزينه، ريحان عطري للزينه، ده ما بنطبخش بيه، مش هكذب عليكم يعني هو لو اتحط في الطبخ مش نهايه العالم، برضو بيدي طعم جميل، لكن مش هو الريحان بتاع الطبخ. الريحان بتاع الطبخ هو اللي بيتباع في السوبر ماركت في قسم الخضره مع البقدونس والزعتر والروزماري والحاجات دي، واغلب السوبر ماركتس بقت بتبيعه دلوقتي، تقدروا تزرعوه كده على شباك بلكونه عندكم في البيت، و ما فيش مشكله، ممكن تزرعوه على شباك بيت وبيبقى جميل جدا وزي الفل. انا هعمل ايه؟ هكور، هستمر في التكوير لحد ما ترجعوا لي، بالفاصل صغير جدا مستنيكم.
ورجعنا من الفاصل. الصلصة غليت وحلوت وبقت قمر. تعالوا بصوا، ده القوام اللي انا عايزاه. انا بقى ممكن اجي دلوقتي اشيل ولا اخليها؟ خليها دلوقتي. كنت هشيل الزعتر والروزماري بس خليهم قاعدين معانا للاخر. الميت بولز اهي، كرات اللحمه اتكورت وبقت قمر. في ناس بتاخدها تشمعها في الفرن شويه قبل ما تنزلها في الصوص. انا شايفه ان لا داعي لده اطلاقا، ناخدها كده زي ما هي تنزل في الصوص. انا مخليه درجه الحراره وسط، في النص بالظبط. هنزل كل كرات اللحمه. انا بحب بس اظبط تكويرتها كده قبل ما انزلها، خلي شكلها احلى كمان وبالهداوه علشان ما نبردش الصوص. لو بردنا الصوص الكفته او كرات اللحمه هتفك مننا، واحنا اكيد مش عايزين كده. واحده واحده كده، وتعالوا واحنا بننزلها في الصوص نقول مقادير الراجو. الراجو ليس اكثر من خلطه لحمه كده مفرومه او قطع لحمه صغيره خالص بصوص وخضار. تعالوا نشوف مقاديرها ايه. محتاجين نص كيلو من اللحمه المفرومه او لحمه متقطعه عصافير، الاثنين ينفعوا مفيش مشكله. عندنا كيس من المكرونه، اي مكرونه اي شكل تحبوه، احنا سلقينه نص سلق عشان هنقدمه مع الراجو في الاخر، وهنحتفظ بميه السلق عشان ممكن نحتاجها. هنحتاج بصله مفرومه واربع فصوص من الثوم المفروم، جزرتين مفرومين، واثنين عود كرفس فرنساوي مفرومين ورقهم بسقانهم بكل حاجه، وهنحتاج كمان عودين روزماري فريش، وكوبايتين من الطماطم المتقطعين مكعبات صغيرين، صلصه طماطم حوالي ازازه 250 مللي. صلصه طماطم هنا قصدي طماطم معصوره ومكثفه شويه، او طماطم معصوره ما فيش مشكله برضو، او ممكن نقللها بكميه اقل من معجون الطماطم، لكن هو الصح طماطم طازه ونعصرها ونكثفها شويه زي ما بنعمل صلصه معاكم في البرنامج يعني. عندنا كمان ملح وفلفل اسود وايه جوز الطيب. هنلاحظ حاجه بيمتاز المطبخ الايطالي بانه بيعتمد في النكهه على الاعشاب مش التوابل. المطبخ العربي بيعتمد دايما على توابل، المطبخ الايطالي لا، توابل قليله جدا لكن اعشاب كتيره جدا، وده برضو بيرجع لطبيعه البلد. كل الاعشاب دي بتطلع عندهم، عندهم احلى ريحان في الدنيا، طعمه مميز جدا، ولو جربتوه خلاص ما تعرفوش تاكلوا ريحان بعده، بصراحه رائع. فبيستفيدوا بمواردهم وبيستغلوها، فبما ان هم مش بلد توابل هم بلد اعشاب، فبيستغلوا الاعشاب دي وبيطلعوا منها اقصى فايده. نزلنا كده كل كرات اللحمه في الصلصه. عايزاكم تيجوا بس كده بعد ما تعملوا كده وتقوموا ايه عاملين كده راجين بس كده وهعلي النار. ما تفكش لو انت ماشي على الخطوات اللي عملناها دي، ما تفكش وهتشوف ده يعني هتشوفه عملي. لكن لو احنا مش عجنينها كويس وحاطين لها بقى واستغنينا عن حاجات من اللي احنا حمدي سالني قال لي هو احنا لو حطيناها في الصلصه كده عشان انتوا ما سمعتوش السؤال تفك؟ فانا قلت له ان لا، لو مشينا على نفس الخطوات اللي انا عملتها ما تفكش، الصلصه هتخليها تتماسك وهي هتتماسك جدا، وهتشوفوا ده دلوقتي على ارض الواقع من غير ايه ما ابقى بقول لكم كلام كده وخلاص نظري، لا هنشوفه عملي ان هي مش هتفك. يلا بينا على الراجو. عندي البصل والثوم والجزر والكرفس. ماذا يسمى هذا الثلاثي؟ الجزر والبصل والكرفس اسمهم ميروبوا، في بعض المطابخ اسمه سوفريتو، فيعني ده ثلاثي تبداوا بيه اي اكله تنجح معاكم. بس السوفريتو في المطبخ المكسيكي بيبقى فيه فلفل كمان، لكن الميروبوا جزر بصل كرفس، الثلاث حاجات دول مع بعض كده سكتنا لاكله حلوه كل مره. كل مره هنعمل الخليط ده او المزيج ده هناخد اكله حلوه بلا جدال. فاحنا حطينا حبه حلوين من الزيت زيتون، على طول في زيت الزيتون هنحط البصل والجزر الثلاثي بقى بتاعنا اللي قاعدين نشعر فيه بقالنا حبه، والكرفس. مفيش اعظم من كده. نقلب ثوم، معاهم على طول
رشه من الملح ورشه من الفلفل. نسيت اقول لكم على حاجه، واحنا في الفاصل انا حطيت معلقه صغيره من السكر. في الصلصه دي هقلب وهستنى البصل مع الجزر مع الكرفس يدبلوا، والثوم كده ريحته تفحفح. موضوع بسيط خالص يا جماعه، ولكن النتائج عظيمه ومليئه بالنكهه. هناخد اللحمه المفرومه، عشان في الراجو بنحمر بنشوح اللحمه المفرومه كويس. هنكلم ايات واحنا شغالين. يا ايات اهلا وسهلا. اي حضرتك عامله ايه؟ ازيك يا جميله، عامله ايه؟ الحمد لله بحبك جدا والله. يا روح قلبي اشكرك على راسي من فوق. كفايه بالله عليكي، انا محتاجه يعني طلب كده صغير من حضرتك. اتفضلي حبيبتي تحت امرك. بصي، او انا محتاجه اعمل عمليه ومتعرضه لتنمر جامد بسبب ان انا ما بتكلمش، واترفضت من 5 شغلانات. ما بتتكلميش ازاي؟ ما انت بتكلميني اهو. بس لا، بتكلم غلط يعني، بتكلم في حاجات يعني، عندي مشكله في لساني اللي انا بتكلم لدغه. طب فهميني، ما انت بتكلميني زي الفل اهو، انا ما سمعتش ولا حاجه غلط. ده انت قمر. كل ما اروح انترفيو يقولوا لي مش هينفع اتكلمك مع القمر. انا مش هينفع. ليه؟ ما انت بتتكلمي حلوه اهو. مين العبيط اللي بيقول لك كده؟ انا 5 شغلات مشيت منهم. ليه؟ لا بجد والله انا بسالك بجد، ليه؟ ما انت بتكلميني عادي اهو، ما فيش اي حاجه. لا بيقولوا لي انت، لا انت عندك لدغه ومش هينفع تتكلمي القمر بالمنظر ده يعني. وايه الحل لده؟ في حل طبي لده؟ اه طب انا عندي ضرس 5 سم متقدم لقدام. هو الدكتور هيعمل لي تصويب على الضرس وهيعالج لي، هيخش تدخل جراحي فيها. وده هيخلي الحاجه اللي في كلامك تتظبط. الايه؟ وده هيخلي الحاجه اللدغه اللي عندك تتظبط. مع ان انا والله ما سامعاها، ده انت بتتكلمي زي الفل. معرفش، انا مش حاسه انها لدغه. حد سمع اي لدغ؟ مش لدغه صح، كلامها واضح جدا. طب يا نور خدي برضو تليفونها ونشوف كده معاها حبيبتي، لو في اي حاجه محتاجانا فيها اكيد ما نتاخرش. طيب هو الخط فصل، فصل فعلا عشان ما حدش بس يفتكر ان احنا بنقطع على حد، هو فعلا الخط فصل. فارجوكي بس كلمينا تاني عشان نور تاخد منك التليفون. بس انا بقول لك اهو، ده اي حد بيتنمر عليكي ما بيفهمش. انا مش شايفه اي حاجه غريبه في طريقه كلامك ولا اي مشكله في الدنيا. مش فاهمه بصراحه فين المشكله لحد بس هنكلمك برضو نشوف لو في حاجه نقدر نعملها حبيبتي، وانتي على راسنا من فوق. اهلا بيكي. يلا استنى بس نوريهم اللحمه حصل فيها ايه. اللحمه اتشوحت اهي، بصوا انا بس عايزاها تاخد كرمله عن كده، مش عايزاها تبقى فاتحه، عايزاها تاخد لون. فهنطلع فاصل صغير جدا عبال ما اللحمه تاخد اللون ده ونرجع نكمل. انا اديتها رشه ملح وفلفل وجوز الطيب، وبصوا هنا الميت بولز. بص يا حمدي اهو، اجابه على سؤالك عمليا اهو. في اي حاجه فكت؟ استنى اوريك بقى كمان. استنى بص يا باشا اهو، كورات قمر اهي ما فيهاش اي حاجه. وكل ما هتقعد في الصوص دايما بس اعملوا ايه كده، هاتوا الصوص عليها من فوق ومن تحت عشان تبقى بتستوي فيه من كل الجوانب. ما نقعدش بقى ايه بالمعلقه نقلب شمال ونقلب يمين هنكسرها وهتفك مننا، نسيبها في حالها هي مغموره اهي بالصوص وهتستوي وهتبقى زي الفل. يلا نطلع فاصل صغير جدا ولما نرجع نكمل مستنياكم. ورجعنا من الفاصل. لو بصينا هنا هنلاقي ان اللحمه اتكرملت واخدت لون غامق، وانا ده بالظبط اللي انا عايزاه في الراجو، ده اللون اللي عايزين نوصل له والكرمله اللي عايزين نوصل لها. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هناخد الطماطم الجميله دي، هناخد برضو شويه سكر معلقه صغيره، هنقلب هنسيب بس ايه الطماطم كده تاخد وتدي
وبعد كده هحط لها الصلصه. وهنا الميت بولز برده ماشيه تمام جدا اهي، وبتستوي ومفيش حاجه بتفك وكل امورنا تمام وزي الفل، ما عندناش اي مشاكل. رجه كده صغيره وسايبينها على مهلها خالص تعيش حياتها لحد ما نيجي في الاخر نحط لها الاسباجيتي. طيب عندنا ايه بقى كمان النهارده؟ عندنا باستا فلورا. باستا فلورا طبعا من الاثريات يعني في المطبخ، المصريين بيعملوها، ولكن هي اصلا وصفه ايطاليه، حتى اسمها باستا فلورا اسم ايطالي يعني. فتعالوا نشوف الباستا فلورا هنعملها ازاي. عندنا كوبايه ونص من السكر، عندنا كوبايتين من الزبده، الزبده فيها كتير بس هي عجنتها كده، بيضتين ومعلقه صغيره من سائل الفانيليا، واربع كوبايات ونص من الدقيق، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه من الملح. هنحشيها بمربى الكريز من فيتراك، فهتطلع باستا فلورا ملهاش حل، من احلى الباستا فلورا اللي اتعمل بمربى الكريز. ومربى الكريز من فيتراك رائعه وجميله، هتدينا طعم ممتاز. عندنا للوش بقى بيضه وربع كوبايه من الميه او اللبن براحتكم، وربع معلقه صغيره من سائل الفانيليا، وممكن نرش رشه من القهوه سريعه الذوبان لو حابين. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشتغل ازاي؟ عندنا هنا العجان، طبعا ما فيش اي مشكله ان تعملوا اللي انا هعمله ده بايديكم. انا هستخدم العجان وحاطه فيه البادل اتاتشمنت او سلاح الكف، الحاجات اللي زي كده بقولها بالانجليزي والعربي عشان اللي بيشتري بيلاقي اسمها مكتوب بالانجليزي على العلبه مش بالعربي، فيبقى عارف هو بيشتري ايه. ده سلاح الكف بالانجليزي اسمه بادل، وده اللي بينفع لاي حاجه الاساس بتاعها زبده، كيكات زبده، حاجات مش اسفنجيه يعني. هنبدا الوصفه او العجينه بان احنا هنحط الزبده طريه يا جماعه، ماشي؟ شايفين طريه ازاي؟ المعلقه بتعلم فيها ولكن برضو مش سايحه، ماسكه نفسها. هنحط السكر، هنحط الفانيليا، انا بحب احطها من الاول ولا احطها مع البيض؟ خلينا احطها مع البيض، هحطها على البيض اهو من دلوقتي عشان ما انساهاش. وهحط هنا على الدقيق البيكنج باودر برضو عشان ما انساهوش، وهحط لهم رشه اهو والله رايحه اهو اجيبها، ورشه الملح برضو عشان ما انساهاش. كل المكونات الجافه كده خلاص احنا جمعناها ما عندناش مشاكل. هنبدا نضرب هنا الزبده مع السكر. على فكره ينفع تستخدموا سكر باودر بس انا ما بحبوش، بيخلي العجينه ملزقه وناعمه زياده عن اللزوم، انا ببقى عايزاها تبقى ماسكه نفسها سنه، مش قوي يعني بس سنه، فالسكر العادي بيديني النتيجه دي. يلا صوتي مسموع؟ طيب احنا حطينا الطماطم هنا، انا اسفه اني بزعق بس عشان تسمعوا صوتي من صوت العجان. هاجي دلوقتي واحط له الصلصه، خلاص الطماطم اخدت تشويحه، وهنحط شويه من المرقه او ميه سلق المكرونه، مش كتير. هقلب وهوطي النار وهسيبهم على نار متوسطه، النار المتوسطه هتدي نتيجه احسن بكتير من النار العاليه. نرجع للعجينه، تعالوا نشوف ايه اللي حصل. العجينه طبعا بصوا السكر والزبده اتضربوا مع بعض بقوا قوامهم كريمي كده ولذيذ، ده بالظبط اللي احنا عايزينه. بس برضو بنيجي في النص كده ونقوم ندي تقليبه عشان نضمن ان كل حاجه اتخلطت مع بعضيها كويس، وهي الزبده لو طريه الخلط بيتم على اكمل وجه. مفيش اي مشكله تاني ان احنا نعمل اللي انا بعمله ده بايدينا او بمعلقه خشب، هيدينا ان شاء الله نفس النتيجه، هياخد وقت اطول شويه من العجانه ولكن هيوصلنا لنفس النتيجه، ما تشغلوش بالكم يعني لو ما فيش عجانه. يلا
دلوقتي بالبيض، انزله بيضه ورا الثانيه. وبنبهكم من الاول، لما تنزلوا البيض على اي سكر وزبده مضروبين بيفصل شويه. هل ده معناه ان العجينه مني باظت؟ لا خالص، هو ده طبيعه البيض لما بينزل على زبده، لما بنستمر في الضرب بيرجعوا يتماسكوا تاني، بنحط المواد الجافه بيرجعوا يتماسكوا اكتر واكتر. يلا بينا. بقت خلاص متماسكة جدا لدرجة ان انا بقلبها عادي، مش قلقانة اصلا، مش هيحصل لها حاجة، وانا موطية النار عليها خالص، بقى سايباها كده تعيش مع الصوص وتاخد طعمها على نار هادية. نفس الكلام بالنسبة للراجو. هعمل ايه دلوقتي؟ حالا بس تعالوا نشوف الدوشه اللي هنا دي رسيت على ايه. طبعا ايه الخليط اختلف شكله خالص، عايزه اوريكم. انا خايفه ينقط فهحط البوله دي كده احافظ على حاجتنا. محتاجه اقلب طبعا عشان امزج كل حاجه، في حاجات كده بتلزق في القاع، فبيبقى محتاج لو العجانه بتاعتنا مش سباتشولا، يعني السلاح بتاعها مش سيليكون، بيبقى محتاج ان احنا نديها تقليبه في النص. فانا بدي التقليبه اللي في النص، وهو بصوا لو بصيتوا هتلاقوا ان الخليط اللي كان ناعم وزي الفل بقى مخرز وكانه فصل. ده التخريزه اللي قلت لكم عليها، ما تقلقوش منها، دي مش معناها ان اي حاجه باظت، دي خطوه عاديه جدا بتحصل لاي زبده وسكر بنضيف لهم بيض، محدش يقلق ولا يفترض ان حاجه باظت منه، مفيش اي حاجه باظت. هنستمر في الضرب. وزي الفل ضربنا كده الحاجات اللي كانت ملزقة تحت، وهاجي دلوقتي اضيف المكونات الجافه، بنقلبها بالشوكه نتاكد ان كل حاجه اتخلطت، ونبدا نضيفها ونضرب بسرعه هاديه وبالراحه. كتير ما تقلقوش هتلم. استنى البتاع ده مش ثابت. بصوا لمت اهي بقت زي الفل، وكمان بصوا ما بتلزقش في ايدي، مع انها تبان طريه ولكن ما بتلزقش في ايدي. دي كده عجينه باستا فلورا مظبوطه. العجينه لازم تبرد، لازم. يعني ايه؟ يعني باخدها الفها في كيس كده او بسترتش وبسيبها في الثلاجه تبرد، لانها لما اجي اشتغل بيها فيها بايدي وانا هي في حراره الغرفه وانا كمان ايدي سخنه، لا خلاص هتسيح مني وتغلبني جدا. ولكن لما اسيبها تبرد هتبقى اسهل جدا في الشغل، هتديني نتائج كويسه. مش عايزاكم تضربوا كتير في مرحله الدقيق، عايزاكم تضربوا كتير في مرحله الزبده والسكر والبيض، مفيش مشكله، ولكن بمجرد ما نحط الدقيق لا ما بنضربش كتير، لان ضربنا الكتير هيؤدي لان العجينه تنشف. فلما نحط الدقيق مجرد ما تلم وبتبقى عجينه كده اهي، اهي بصوا عجينه بجمعها كده، بصوا بتجمع. مجرد ما تبقى كده بناخدها نحطها في كيس بلاستيك او اي حاجه ونسيبها تبرد وتتماسك عشان نبدا نشتغل بيها. انا عايزه اوريها لكم اهي،
هجيب بول الدقيق. احنا عندنا فاصل كمان صح؟ ده اخر حاجة؟ يا لهوي هننضف ازاي؟ ادي العجينة، رش الدقيق من فوق ورشة من تحت، هتجمعوها كده. اهي بططوها وهتلفوها بأي رول ستريتش ويبقى كده هي جاهزة تتشال في التلاجة تبرد. انا هحطها على بورد عشان عايزة اوريها لكم. يعني حالا صعب اهي. اعتقد العجينة باين من منظرها هي قد ايه، هتطلع بتدوب في البق وتحفة اهي. هنسيبها بقى كده، بس هنلفها بستريتش بالشكل ده اهو او ببلاستيك. بصوا انا لفه اهي التانية ملفوفه اهي ببلاستيك وسايباها في التلاجة تبرد. انا ما لفتش دي بس عشان تشوفوا شكلها، لكن انتوا طبعا هتشيلوها في التلاجة ملفوفه بالمنظر ده لحد ما تبرد وتبقى قابلة ان تتعاملوا معاها، يعني زي دي كده اهي. هنعمل ايه؟ هنديها برضو رش الدقيق وهنبدأ نفردها ونحطها في صينية. والله عايزين نحطها نعملها تارت، اوكي عايزين نعملها تارت ونعمل على وشه شرايح، اوكي مش هيقول لا. الصينية بتاعتنا صينية تارت من اللي بتتفتح قاعدتها متحركة اهي. حالا عشان نعرف نطلع التارت بتاعنا هنبدأ نفرد العجينة. انا بس هوريكم خطوة فرد العجينة وحط المربى، وانا هعملها دلوقتي وشها مفتوح، مش هحط على وشها عجينه نظرا لضيق الوقت مش اكتر، وقتي ضيق مش هلحق اقعد اقطع العجينه، بس هوريكم طبعا خطوه الفرد لانها مهمه جدا. طبعا هنا الباستا فلورا اللذيذ فيها ان احنا بنحشي مربى بس، خلاص مفيش اي افتكاسات. بنفرد العجينه من النص لبره والعجينه مرنه جدا زي ما انتم شايفين. انا انت العجان مضايقك صح؟ بالشكل ده، وبحط دايما قدامي كده شكل الصينية عشان اجي على قدها. وبناخد بعد كده بواقي العجينة نعملها شرايط ونلزقها على الوش. طيب هاخد العجينة دي كده، تشغلوش بالكم يا جماعة خالص اتقطعت اتلزقت، العجينة دي مرنة اكتر من المرونة ذات نفسها، امرها سهلة قوي مفيش فيها اي تعقيدات، يعني حرفيا نقدر نفرد كده ونقعد نلزق كل الباقي ده ولا اي مشكله. فانا هاجي الزق اي حته ما عادش فيها عجينه اهو، بس خلاص امرها زي ما بقول لكم سهل جدا وبسيط جدا. وهنا نفس الكلام، محتاجه الزق حته هنا في الكورنر اهي، وهنا حته كمان. بسيطه قوي بجد، يعني ما فيش فيها اي حد مبتدئ يقدر يعملها، لان هي حقيقي عجينه مرنه قوي. بصوا خلاص اتلزقت الحته اللي اتقطعت لان هي العجينه طريه، وده شرط من نجاحها. يعني لو العجينه دي ماسكه معايا قوي لدرجه انها ما بتتقطعش، لا هتبقى باستا فلورا تخينه كده وعجينتها مش احلى حاجه. بس كده ونمشي على كل اللي لزقناه ده بالمنظر ده، نظبط الاطراف. طيب النعكشه اللي على الطرف دي هنعمل فيها ايه؟ هنسيب المنظر وحش كده؟ لا هقول لكم حالا بنظبطه ازاي، بس بعد ما نبطن الصينيه تماما ونظبط امورنا. ادي كده احنا بطلنا الصينيه تماما، كل الاركان متامنه، عايزين تتخنوا الاركان شويه تمام. النعكشه دي بقى هنعمل فيها ايه؟ هنيجي كده بالنشابه بتاعتنا وهنمشي على طرف الصينيه في كل الاتجاهات، فهتقوم كل الاطراف الزياده تنزل. انت عارف انا مش قادره انجز ليه صح؟ بالظبط، اهدى بقى عليا. نوقف عامل ايه طيب؟ يلا مربى فيتروك. بعد ما فردنا العجينه، استنى بقى مش عارفه افتح المربى، شفت؟ عشان ايدي مزفلطه من العجينه، ثواني.
طب يا جماعه انا مش عارفه افتحها، حطوها لكم بره، حد يفتحها لي. وهنيجي دلوقتي نحشي العجينه بتاعتنا بالمربى اللي عملناها. يلا انجزوني يا جماعه، ونشيل الدقيق الزياده والبوله الفاضيه. وكده بصوا العجينه متبطنه تمام جدا في كل الاطراف، شلنا الاطراف الزياده وما عندناش اي مشاكل. لو هنغطي العجينه بحاجه هندهنها، حريه تضيفوا كميه اللي انتوا عايزينها. واحده كبيره بتاخد تقريبا برطمان من المربى، هنفرد بالشكل ده. وطبعا تقدروا تغطوا الوش بعجينه او تسيبوه مكشوف، الاحلى انه يتغطى، لكن انا مش لاحقه اعمل ده. بس هوريكم طبعا اللي احنا محضرينها. المخبوزات دايما بنحضر من قبل الهواء عشان الوقت ما بيسمحش ابدا انها تجهز. حطينا المربى وكل امورنا كده بقت تمام. يلا بينا نروق بقى مكاننا بسرعه ونقدم. عندي هنا الميت بولز، انا بسريعا هطلعها في الطبق ده. بصوا ماسكه نفسها ما بتفكش، فيش اي مشاكل. هنشيل طبعا اعواد الروزماري وكل حاجه، وانا بطلعها في الطبق ده ليه؟ عشان هحط المكرونه مكانها في 3 دقايق بس، مجرد ما تاخد حراره الصوص هتستوي بس، خلاص مش لازم نشيل كله. بس كنت عايزه اوسع مكان. وهقلب المكرونه مع الصوص، هديها بس كده دقيقتين على النار وهرجع لها تاني. خليني اشيل كل الحاجات الفاضيه وهنبدا نقدم. الراجو جاهز وزي الفل. برضو هناخد المكرونه نقدمها ونحطه على وشها. فانا محتاجه امسح مكاني. ادي صينيه التورت وادي العجينه دي خلاص. وكده يبقى عملنا الباستا فلورا. طبعا البواقي من العجينه حضراتكم هتاخدوها تفردوها وتقطعوها شرايح وتغطوا بيها الوش. ممكن توريهم يا حمدي اللي احنا عاملينها عشان يفهموا قصدي. زي كده تعملوها كروسات، فيبقى عندكم المنظر اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده خلاص، تدخلوها الفرن على درجه حراره 180 تطلع معاكم زي القمر. يلا بينا نقدم الوصفات. عندنا طبق المكرونه، هحط هنا مكرونه مسلوقه، وهاجي اغرق وشها بالراجو اللي احنا عملناه اهو بالشكل ده. طبعا الاحلى انكم تقلبوها، بس انا بحب اقدمها كده واقلبها قدام او على السفره يعني. وهاجي دلوقتي اقدم الميت بولز. وجايبين شوية جبنة مبشورة، هنيجي نحط الاسباجيتي. وكده نبقى أنا مجهزة الميت بولز هنا في طبق. وكده نبقى خلصنا، عايزين بس نفرد الاسباجيتي بالصوص بتاعها، ويبقى كده كل وصفاتنا اتقدمت وزي الفل. عملنا كده ايه النهاردة؟ عملنا النهاردة ميت بولز، هنزلها حالا على الوش. هنزل اي صوص زياده. عملنا كرات اللحمه، الايطاليه هحط لها شويه جبنه. الجبنه بقت ايه يعني غاليه حبتين، فنقدر نستغنى عنها طبعا. انا بقيت بستغنى عنها في وصفات كتير، بس يعني ايه النهارده قلنا نجيب شويه. هي بتتقدم كده، ده التقديم التقليدي بتاعها. وعملنا المكرونه اللي بالراجو، جهزنا تارت للفرن، ومجهزين تارت من قبل الحلقه او باستا فلورا جاهزه ومستويه. دي كانت وصفاتنا. اعاده الحلقه ان شاء الله الساعه 8:15 بالليل، تقدروا تشوفوها كلها تاني. وباكد عليكم ان كل اللي عملناه بينزل على جميع بلاتفورم السوشيال ميديا الخاصه بالبرنامج سنه اولى طبخ مع الشيف ساره عبد السلام، والخاصه بالقناه بي ان سي ايجيبت. دي كانت حلقتنا، واتمنى تكون فادتكم. كنت معاكم ساره عبد السلام، وان شاء الله لينا لقاء بكره في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. النهارده كان ميت بولز، كرات لحمه ايطاليه، راجو ايطالي، باستا فلورا وهي برضو وصفه ايطاليه، وكل حاجه طالعه احلى من بعضيها. اشوفكم على خير وفي رعايه الله، مع السلامه.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.